السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع القواعد اللي تثبت بها البطاريات. مثل ما تشاهدون القواعد تجي بهالصيغة هاي، تجي على شكل قطع صغيرة، قطع صغيرة كل قطعة بها 20 بطارية، يعني 1 2 3 4 5 5 × 4 5 × 4 20 بطارية، تجي على شكل قطع صغيرة بهالطريقة هاي. نجي نجمعها بهالطريقة هاي، نجي نخلي هنا عندنا الزوايا مالتها، كل قطعة نركبها على الزاوية مالتها بهالطريقة هاي، نجمع القطع بهالطريقة هاي، نجمعهن ونقعد القطع كلهن بمكاناتهن، تصير عندي قطعة نفس هاي بهالطريقة هاي، تتجمع كلها هذين القطع، تصير عندي قطعة مثل هاي. بعدين تجمع عندي تصير قطعة كاملة نفس هاي، راح أخليهن باك أسويهن نفس هذا الباك، قطعة كاملة مثل هاي، راح تصير عندي قطعة كاملة بنفس هاي الباك الموجود. زين، هسه هاي قطعة. عندنا طريقة ثانية نريد نجمع بيها الباك، نسوي يعني هذا الباك واحد صغير، احنا نريد نخلي باك اعرض من عنده عمود، ياخذ مساحة اكثر بالبطارية، لذلك راح نسوي هذا الباك. هذا الباك راح نسوي اللي هو الشيل شقد بيه 8 قطع ب 25 قطعة، راح يصير مجموع البطاريات بيه 200 بطارية، كل بطارية امبيرين وربع، يصير المجموع بعدي حدود 450 واط. راح نجمع البطاريات هسه بيه وشوفون العملية شلون هتصير بالطريقة هاي. نجمع الباتري خليهن، ما يحتاج هنا حسابات، لان هاي بطاريات جديدة وكلها متقاربة القياسات. اما البطاريات اللي مو جديدة لا، يحتاج انه كل بطارية كل اثنين نحاول نقيسهن نفس القدرة، ومن نخلي يعني واحد اكثر من الاخر، بس بالجديد بالباتري الجديد اللي هو هذا ما يحتاج، لا يعني راح نشتغل احنا مباشر. راح نشوفكم بعد ما يكمل الباك شلون يكون شكل الخارج النهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة ثانية موضوع البطاريات. هسه بعد ما كملنا البطاريات ورجعنا كل البطاريات في مكانهن، يعني هسه تلاحظون العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 25، 25 50 100 150 200 بطارية. عندنا طريقتين قلنا، اكو طريقة ثانية اللي هي هاي نسوي باك واحد بهالصيغة هذا، يعني هالقطعة. فالطريقة الجديدة قلنا نسوي باك واحد بهالعرض هذا، عمود نختصر المساحة، لأن أنا هذا أريد أخلي 7 قطع، لأني 7 قطع راح يصير عندي منظومة 5 كيلو واط. إذا خليت مثلا إذا أردت أسوي 48 فولت، فلازم أخلي شقد، أخلي 14 قطعة مذني، ف 14 قطعة أراضيها مساحة كبيرة، فاختصرت بهذا الباك الواحد. راح يصير عندي هسه مثل ما تلاحظون هنا، يصير عندي بحدود 200 بطارية، راح اختصر المساحة واختصر الوقت بيها. راح نرجع نركب الباك العملية كلش بسيطة، يعني نرجع الباك نكبسه مكانه، اكو شوية بعض الامور التعديلات انتبه لها قاعد الباك، مثلا عندنا هنا وصاخة بالباك لازم تتنظف، يعني هذا يقدر يستفاد من عنده احنا الباك، انه نخلي 48 فولت الباك هذا الواحد، يقدر نكون عنده 48 فولت، وراح تصير المساحة مالته اقل من المساحة اللي احنا اللي كنا نسويها. مثل ما تشاهدون صار عندي هذا الباك الواحد، هذا الباك الواحد، هذين الباكين، هذا واحد هذا اكبر منه، يعني هذا وهذا، يعني هذا نقدر نسوي مذني 7، صار منظومه وصار عندي منظومه مذني 7، فهنا زاد العدد عندي، يعني ممكن ما اخلي هسه عندي 7 قطع هيجي بزاويه معينه، راح تكون عندي هسه حاليا عندي يعني 14 قطعه بنفس المساحه اللي اخليها. تلاحظون هسه هاي العملية قدامكم الباكات، احنا هسه راح
نجي تصوير فيديو ثاني عندنا راح نلحم الباكات ذني راح نلحمهن كل يعني هسه هنا بهذه الطريقة راح شلون نلحم راح نلحم ذني من هنا كلهن خط واحد ذني نلحمهن يعني نسويهن ونخلي باز بار هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة باز بار يطلع منا قطب ومنا قطب ونجمعهن تجميع وراح بعد ما نكمل العملية نعطيكم فيديو ثاني. حكينا موضوع ثاني قلنا شحن البطاريات مثل ما تلاحظون ده نشحن هسه حاليا احنا بهذه الطريقة الشحن اللي هنا هنا ده نشحن احنا هسه حاليا بهالطريقة هاي نشحن به البطاريتين هي الى 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 رقم يعني قريب الى رقم قريب وهنا عندنا قياس الفولتيات البطارية والامبيريات مالتها هذا بقينا شرحنا عليه هذا الموضوع. هسه حاليا احنا ذني الامور كلها نجهز البطاريات لمنظومة ثانية عندنا هاي المنظومة نكمل بيها هسه حاليا قلنا الباك واحد عريض باك اصغر منه هذا الباك 250 امبير هذا الباك 100 وهذا الباك 250 امبير هذا الباك 400 العفو 225 هذا 450 امبير ازيد المساحة عندي مال الباك الواحد. هنا عندنا عمليات ربط الشحن البطاريات هنا بهنا مخزني البطاريات وكاتمين عليه كل القيم هذني كل باكيت مثلني ب 30 بطارية عندنا جوا ذني كلهن جاهزين للعملية عندنا باك ثاني هنا أنا مجمعيهن دريد نكملهن عندنا هذا الباك الثاني هذني حاليا الموجودات عندنا لصناعة بطاريات الليثيوم. نرجع للبطارية مالتنا راح إن شاء الله نسوي مثلني سبع قطع مثلني بطارية صار عندي 24 فولت 450 امبير وراح نسوي مثل نفس القطع ذني نسوي لنا 14 قطعه من ذني نخليهن بثلاجه صغيره 6 قدم ندخلهم داخل البطاريه ونسوي لهم منظومات تهويه مع التبريد خاصه عن طريق نظام البلترات هو اجهزه بلتر تبريد البطاريات صيفا جاينا الصيف احنا ومحتاجين الى تبريد البطاريه وللحفاظ عليها وعندنا جيتشات مال قياس بالشاشه راح تصير بوجه الباب مال الثلاجه يقرا الفولتيه والامبيريه والحراره كل الامور والثلاجه راح تكون معزوله وبيها مراوح تبريد ونقدر نشيك بداخلها كل شيء يعني احنا حاليا هي امورنا لهي الامور للصيف الجاي ان شاء الله. بعد الفيديو هذا ان شاء الله حنزل فيديو بعد ما توصل عندي قطع غيار راح الحم طريقه التلحيم وطريقه عمل البازبارات. يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.